خلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ طبعا بجولة مرورية سريعة وبعدها أحوال الطقس، وهنبدأ طبعا مع حضراتكم دلوقتي جولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وكالعادة بنبدأ من محافظة القاهرة، تحديدا شارع رمسيس بيشهد دلوقتي كثافات مرورية مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. نفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو بعض الكثافات النسبية. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لغاية طريق العروبة. عند كوبري المطار فيه كثافات نسبية بس هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق للي جاي من الزاوية متجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات، كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لغاية وسط البلد. تعالوا مع بعض دلوقتي نروح محافظة الجيزة، شارع الهرم بيشهد حركة السيارات فيه هناك بطء، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. هنروح دلوقتي مع بعض لمحافظة المنيا، هنلاقي إن في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على الطريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي إن في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة ولكنها غير مؤثرة، أما الطريق الصحراوي الشرقي ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة. نكمل جولتنا دلوقتي مع حضراتكم ونروح لمحافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففي كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة، كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم، أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. وكده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27، أقل درجة حرارة في كاترين 11 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بس بعد شوية.